الذي يهمنا أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه لما جاء إلى المدينة المنورة وهو حديثنا اليوم وجد الناس يصومون يوم عاشوراء وهم اليهود، فسأل عن هذا اليوم، وأنا أظن أن السؤال هذا لأجل تقرير الحكم، فقال ما هذا اليوم الذي يصومونه؟ قال هذا يوم عاشوراء. لماذا يصومونه؟ قالوا إنهم يصومونه لأنه اليوم الذي أنجى الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام وأغرق فرعون عدوه، فلذلك هم يصومونه شكرا لله سبحانه وتعالى. والشكر هذا هو التعبير عن النعمة، الصيام تعبير عن الشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وهذا التعبير هو الذي يدل على الفرح والسرور، لأن الإنسان إذا ما يفرح بالنعمة فإنه لا ذوق عنده ولا قيمة لإنسانيته ولا ضمير عنده. من الذي ما يفرح بنعمة الله؟ من الذي ما يفرح برحمة الله؟ من الذي ما يفرح بفضل الله؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالإنسان يفرح بالنعمة الإلهية ويفرح بالفضل الإلهي، لهذا هم يصومونه. فقال صلوات الله وسلامه عليه: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فصيامه صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم المبارك دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يؤيد الفرح بكل نعمة من النعم، وهذا الفرح بهذه النعم يعبر عنه بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الصيام، فمثلا الصيام هذا من الأمور المقربة لأنه عبادة، فصامه وأمر بصيامه صلوات الله وسلامه عليه. هذا دليل على التعبير بفرحه صلى الله عليه وسلم شكرا لله تعالى معه، لأن موسى هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية النبوة، والأنبياء كلهم أبناء علات وإن كانت شرائعهم مختلفة، فصامه وأمر بصيامه.